صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 890 من كورس سي شارب. دي بي اكزامبلز برضه. دلوقتي بفضل الله عاوزين نصمم شاشة المورد من قائمة بروجكت اد ويندوز فورم، وهسميها اف ار ام سبلاير، وهدوس انتر. هنا هكتب شاشة تعريف المورد، وهنخليها تظهر في السنتر سكرين ده لو نورمال طبعا، وهنخلي الرايت تو ليفت على يس، والرايت تو ليفت لاي اوت على ترو، والفونت هنثبت السايز بتاعه على 12. والسايز الهايت نخليه على 510. نفتح اي شاشة من الشاشات القديمة كده، ناخد منها ال LBL هيدر والبيك ايكون واي ليبل واي تكست بوكس واي زرار. كوبي، اقفلها خلاص، حط الكلام ده هنا بيست، وهتهولنا كده على اليمين، طلعها فوق شويه كده، ايوه بس واحده واحده. ده طبعا هيبقى رقم المورد، سميه بقى رقم المورد، سميه كود المورد براحتك، سميه زي ما تسميه، رقم الايه المورد خلاص. وهناخد منها كوبي بيست، تمام، رقم المورد، اسم المورد. في حركه برضو حلوه ممكن نعملها، ممكن تصغر رقم المورد ده شويه كده، خد بالك. وايه عارف، بحيث تبقوا جنب بعض يعني، على اساس لسه عندنا شوية بيانات تانية وهنجرب، ولا نخليهم كلهم تحت بعض وخلاص، لان خد بالك هو لسه فيه الهواتف ولسه فيه مندوبين يعني. انا بفكر وبصمم، ايه رأيك؟ رقم المورد، اسم المورد، لسه فيه اسم المالك وهاتف المالك، اسم المدير هاتف المدير، والعنوان. جرب كده يمكن يجوا تحت بعض.
تعالى جرب معايا كده، كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد. ماشي، خلينا نجرب ونشوف. تعالى ناخد الكلام ده كده كوبي نحط بيست. ماشي، ده اسم المورد، اسم المورد اهو، وحط النقطتين. ماشي 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 اهو. وده هيبقى ايه؟ اسم المالك، اسم المالك. انت بقى تعرفه معرفة شخصية يعني. ودي ايه؟ هاتف المالك، هاتف المالك. ناخد منهم الاتنين كوبي كده، ودي بيست، ودي يبقى هنا كده اسم المدير. وهاتف المدير تمام كده، بفضل الله لغاية كده تمام. فاضل كده العنوان بس اهو، ده في البيانات الايه الاساسية بتاعتهم يعني بتاعت المورد. ده كده ايه العنوان اهو. ماشي، طيب فاضل بقى الهواتف والمندوبين، نخليهم هم دول ايه على جنب هنا. الهواتف والمندوبين نخليهم على جنب الناحية التانية كده، كبر دي شوية كده. ماشي، ولو عايز تصغر دول سنة بسيطة خلاص، وخليها على جنب دلوقتي. ولا اقول لك؟ ماشي ماشي، خليها على جنب. نزل لنا بقى ايه الهواتف، فونز 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 اهي اهي. بس طبعا ايه مش هتاخد المساحة كلها، فاحنا محتاجين ان احنا لان عندنا لسه مندوبين، انا برضو مش عارف هعمل المندوبين ازاي يعني. انت خلي الهواتف كده على جنب اهي. المندوبين بقى يعني انا صدقني بفكر يعني، انا قاعد اهو بصمم قدامك وفي نفس الوقت بفكر اعملهم ازاي المندوبين. مثال انسب طريقه هي ان احنا والله اعلم يعني، هي ان احنا نحط اداه المندوبين. ايوه احنا عملنا اداه المندوبين صح ولا ما عملناش؟ ما عملناش صح. هنا ما عملناش اداه للديليجيتس زي ما عملنا للكاتيجوري، وزي ما عملنا للكومباني والامبلوي وكده. ماشي، طيب احنا هننزل دلوقتي كوبي بيست الزرار ده، اضافة مورد، وهننزل زرار تاني، الزرار التاني ده مورد جديد تمام، وهاتهم كده على جنب هنا خلاص. واحنا كده محتاجين أداة للمندوبين ضروري يعني، احنا كده محتاجين أداة لمين؟ للمندوبين ضروري جدا. فهنجيب اي اداة من الادوات التانية اللي هي موجودة عندنا، ودي هتاخد وقت، دي عايزة حلقة دي الصراحة، اداة المندوبين عايزة حلقة. خلاص احنا كده نوقف التصميم على اداة المندوبين. ان شاء الله الحلقة القادمة نعمل اداة المندوبين ونضيفها هنا ونكمل التصميم باذن الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.